في عطري سحرا سيحرر أوتارك. لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك. لحست عطوري إن لمست ما صافح يوما إذفارك. مرحبا ويسعد اوقاتكم. بهذا الفيديو رح نذكر عدد لا بأس فيه من العطور يلي لاقت استحسان الجنس اللطيف، يلي كلنا بنهتم بهذا الموضوع وبيسعدنا وقت نكون يعني لابسين عطر نلقى عليه استحسان من ست او سيدة وحبته، بنلاقي فيه سعادة جواتنا. فإذا الرجل بيقول لك شو العطر الحلو اللي حاطه بتنبسط، فكيف لو كانت يعني ست وعم يعجبها العطر. كتير فيديوهات موجودة على الانترنت يلي يعني متخصصة او بتذكر فيها يعني العطور يلي لاقت استحسان السيدات، ولكن هي تجارب شخصية. وكتير كمان بالقناة من الفيديوهات يلي ذكرتها او اللي عملتها بتذكر أنواع من هاي العطور يمكن تكرر منها معنا بفيديو اليوم، ويمكن لا تكون عطور جديدة عليكم، ولكن من خلال تجربتي ذكرت لكم البعض. وأرجو منكم إذا حدا عنده التجربة الحلوة أو من الأخوات اللي بيدخلوا للقناة عندها تجربة من العطور يلي بتحب تشمع على رجل، ياريت تحطوا لنا إياها بالتعليقات. ما حطول عليكم كتير، خلونا مع الفيديو بأمان الله. باي نيو جيفانشي عطر خشبي للرجال، تم إصداره عام 2008. المقدمة البرجموت اليوسفي، القلب أخشاب الأرز وعشبة الأس، قاعدة العطر الباتشولي، توباكو أود تومفورد، تبغي حار دافئ ويسكي عود حلو. عطر خشبي حار للرجال والنساء أصدر عام 2013. مقدمة العطر الويسكي، قلب العطر القرفة الكزبرة ورائحة التوابل، وقاعدة العطر العود التبغ خشب الصندل الباتشولي الجاوي البخور أخشاب الأرز والفانيليا. أي من بور مالت موغلر، فاكهة ويسكي حلو حامض طيب النكهة وترابي، عطر شرقي خشبي للرجال تم إصداره عام 2009. المقدمة رائحة الفواكه البرجموت البرتقال، قلب العطر الشعير الباتشولي القهوة أخشاب الأرز والويسكي، القاعدة الفانيليا العنبر والمسك. سي اتش من برايف كارولينا هيريرا، أروماتيكي جلود ويسكي حار دافئ وبلسمي. عطر الجلود للرجال تم إصداره عام 2015. المقدمة الجريب فروت البرتقال الهندي والويسكي، القلب الخزامة الميرمية الزعتر الأحمر والحبهان، والقاعدة الجلد الجاوي التونكا والأخشاب. ديكليريشن إسنس كارتير، أروماتيكي عشبي خشبي حمضياتي وحار. عطر أروماتيك للرجال تم إصداره عام 2001. العطر يتكون من براعم البرتقال، خشب الصندل، العنبر، الخزامة، المسك، الشاي، الزيزفون، نجيل الهند، زهور إبرة الراعي والليمون. وكانت هذه مجموعة من العطور، أتمنى أن يكون هذا الموضوع قد نال إعجابكم. إذا تكرمتم بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو، كونوا بخير وبأمان الله.